هذه سنة من الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يجمع بينهما في حلال وأن يرزقهما الذرية الصالحة. يقول الحق تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. نتوكل إلى الله سبحانه وتعالى وندعو للزوجين أن يرزقهما الذرية الصالحة وأن يبارك لهما وأن يجمع بينهما في حلال.